هذا يقول: أنا شاب أشرف على نفسه كثيرا وقد لزمت طريق التوبة ولله الحمد، لكن هناك معاصي لا زالت تراودني، فما نصيحتكم لي وأمثالي جزاكم الله خيرا؟ وأقول: وأنت جزاك الله خيرا على إقبالك على الله جل وعلا، وإلى الله والتوبة والندم على ما فات والحذر من أثر هذه الذنوب والمعاصي. والعبد إذا كان على حال ثم استقام وتاب فإنه قل من الناس من لا تبقى معه أشياء مما كان يفعله قبل ذلك من الذنوب، ولكن عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعظم إقباله على الله جل وعلا، وأن يعلم أن استقامته جزاؤها الجنة، وأن الذنب قد يرجع به إلى حالته التي كان عليها. الأمر الثاني أن يحذر من جلسائه الذين كانوا يفعلون معه تلك الذنوب، لأنهم يسهلون عليه وقد يرجع إليهم بعد توبته وإقباله. الثالث أن يبحث له عن من في مثل سنه من قرناء صالحين يعينونه على الخير ويضيق مجال الرجوع إلى تلك الذنوب. وإذا راوده ما راوده فليكثر الاستغفار وليعزم على نفسه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الأثر: ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة. فالعبد يستغفر كثيرا، يعلم أنه يذنب ويستغفر، لكن لا يصر على المعصية لأنه لا يبالي بها، بل يستغفر كل ما فعل وراودته نفسه أو لا، يستغفر الله جل وعلا، فإن الله غفور رحيم.